السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة مطبخ أم نضال. كنقترح لكم وصفة ديال المعقودة المغربية دي، يعني غنعطيكم الطريقة الصحيحة ديالها كيفاش كنحضروها. إذا في المقادير غادي نحتاجو بطاطا اللي كنسلقوها وكننزلو لها القشرة ديالها، ثم كنطحنوها، يعني كنحكوها أو كنطحنوها في الطحانة ديال مطيشة، يعني باش نحصلو على شكل عجين. كنحتاجو الملحة، البزار، الكمون، شوية ديال الخرقوم، شوية ديال التحميرة، شويه ديال المعدنوس مقطع، وكنحتاجو ايضا الهريسه اولا الحار، وكيبقى اختياري على حسب الذوق. كنخلطو هاد البطاطا مع هاد المكونات مزيان، فكنخلطوها مزيان باش يعني تندمج مع دوك المكونات كلها، وكنحتفظو بها جانبا. اذا بالنسبه للبات بيني ديالنا اللي غادي ندوزو فيها البطاطا، يعني المعقوده ديالنا باش نقليوها، فغادي نحتاجو فيها الدقيق، يعني تقريبا كاس ديال الدقيق. كنوضعو معاه بيضه، كنوضعو واحد الخميره ديال الحلوه، الملح، البزار، التحميره، وطبعا الماء اللي كيخلط لينا هاد المكونات. فحتى كنحصلو كنبداو نضيفو في الماء حنا كنخلطو حتى كنحصلو على خليط اللي كيكون ماشي ثقيل بزاف وماشي جاري، فكيكون يعني خليط بين وبين. ونكملوا باقي الوصفة. من بعد ما كنخلطوا هاد المكونات مزيان وكنحصلوا على الخليط اللي بغينا، فكنحتفظوا به جانبا، كنغطيو وكنحتفظوا به تقريبا واحد نص ساعه، بحال الوقت اللي غادي يخمر لينا فيه الخليط. اذا كنشكلوا خبيزات من الخليط ديال البطاطا ديالنا على هذا الشكل، اللي كيكونوا بنفس المقاس. ثم كنمروا خبيزه ديال البطاطا ديالنا في الدقيق الابيض، ثم في الخليط اللي حضرنا، وكنقليوهم في الزيت اللي كتكون سخونه. هنا كنقليو المعقوده ديالنا، كنحمروها من جهه بجوج، ونتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي ديال المعقوده ديالنا. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال المعقوده ديالنا، كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل، كتجي رائعه ولذيذه جدا، وكتجي مقرمشه. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه، لان فعلا كتجي رائعه. ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه عندكم، واشتركوا بالقناه باش توصلوا دائما بجديد وصفاتي. وبالصحه والراحه.